السلام عليكم مرة أخرى، معكم حسين. إن شاء الله سوف أكمل لكم ناقل أنواع ناقلات الحركة، ناقل الحركة في هذا الدليل تشغيل لمرسيدس. دليل قلنا دليل تشغيل الإنسان هو الكتاب والسنة، تكلمتم عليه المرة الموضوع الماضي. هذا دليل بالتفصيل عن كل شيء في الشاحنة، تكلمتكم على هذا وهذا، وكذلك تكلمتكم على بقية هذا. هذا قال لك اسمه يشبه هذا لكن يختلف في اشياء اخرى. قال لك نظام تعشيق مرسيدس باور مزود، استغفر الله، مزود، نسكروا هذا الباب، مزود بتبادل المعلومات مع الأنظمة الخارجية. لك مرسيدس هذه فيها تكنولوجيا كبيرة، الأنظمة الخارجية هذه كما نقول حساس المطر، يوجد نظام مسافة بينك وبين الشاحنة وانت تمشي في الطريق، وين ينظم لك مسافات بينك وبين الشاحنة التي تسير أمامك. هذه الأنظمة هاوي يحدد لك بينك وبين رافعة، لم أرها لكن ممكن فيها. المهم أنا راني نتكلمكم على مغيرة السرعة، هذا ديال الأنظمة الخارجية. يتوفر على 12 تعشيقة أمامية و4 تعشيقات خلفية، وتقريبا يشبه هذا، أو ما فيهش لومبرياج، وتغير اوتوماتيكيا وتدفع الى الامام فقط، ما فيهش الاوتوماتيك مانيوال، ما فيهش تختارها زر، اظن انه كاين زر اوتوماتيك مانيوال، هاي ال ا، وهذه 8، او يقول لك انا راك في الحركه الثامنه من الاسفل. قال لك تظهر في وحده العرض التعشيقه المعشقه وبرنامج قياده وطريقه التشغيل. هنا قال لك تجد مثلث الحركه التي تغير فيها، والتعشيقة ونصف التعشيقة، كذلك التعشيقة المعشقة، هم مسمينها التعشيقة المعشقة، لكن من أين تغير التعشيقة المعشقة؟ نورمال من هذا المكان الذي أريتكم إياه، راه هذه الصورة راه جاية من الخلف، كي جات من الأمام تشوفوها. قال لك لا يتوفر في الشاحنة المزودة بطريقة تبادل المعلومات الأنظمة الخارجية زر اختيار طريقة التشغيل، معناتها الأوتوماتيك مانيال، ولا مفتاح برامج القيادة، تكون دائما طريقة التشغيل أوتوماتيكيا، وطريقة التحرك الاقتصادي فعال، ووظيفة التسارع الاقتصادية محدودة. يسمى كلش أوتوماتيك، هذا كلش فيه أوتوماتيك، أو حتى بين أوتوماتيك مانيال كلش فيه أوتوماتيك. أنا هذا الحقيقة ما رأيته، لم أراه، لكن على حسب ما قرأته هنا فيه كلش أوتوماتيك. قالك إنك تقوم بتعشيق التعشيقات باستخدام جهاز تحكم، ويقوم نظام قابض إقباض أوتوماتيكيا، معناتها لومبرياج يقبضها أوتوماتيكيا بطبيعة الحال مع رجيم الموتور. هذا لا أستطيع أن أعطيكم معلومات، وأنا لا أعرفه، هو متطور درجة كبيرة. المهم اسمه نظام تعشيق مرسيدس باور شيفت، مرسيدس باور شيفت، ويشبه هذا فيه 12، هذا كذا فيه 12، عندك هذا فيه الاوتوماتيك مانيال، وهذا ما فيش اوتوماتيك مانيال، هذا اوتوماتيك مانيال يخدمها اوتوماتيكي، لومبرياج كذلك اوتوماتيكي، كلش اوتوماتيكي. والسلام عليكم ورحمه الله.